السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ عمركم شو شنو ولا شو زوقه؟ شوفه منين قاصاني الشركه يا بنات. لينا ما تخليت حاجه فينا من الخضره. يلا ها بخير بجوج ثلاثه نجمعوا الزغ بعد نهضروا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ عبرت عليكم شويه والله الا غير مع الجري جري والوقت وصافي. مهم كيفاش تشوفوا اليوم؟ رحنا في بورتا بالاس تورينو. تورينو يا تورينو بالنسبه لي احسن بلاصه هي تورينو، هي بورتا بالاس بالضبط، لان الصراحه ملي كتجي لها كتحس فيها بحال راك في المغرب. كلشي كاين، كاين تقضية، كاين المسمن، كاين مالين الشفنج، كاين اللبن، كاين النعناع، كاين مالين الشوا، كلشي كاين. متحسيش ب متحسش بالملل ابدا. ايوا واش غنقول لكم البنات، حنا درنا وتغدينا، حنا كوبا عيينا في الصراحة. دابا مشى راجلي يحسن، حنا كنتسناو فيه ومن بعد غنمشيو نتغداو ونمشيو للدار، وان شاء الله نشارك معكم كاع عدد المشتريات اللي خديت. تقريبا كل شيء غير المغرب، حويجات كاملين اللي شريت غير المغرب. ايوا وهذا الشيء اللي كاين، حسيت واحد الحراره، ولكن اليوم واخا الحمد لله اليوم الجو زوين، ما كاينش داك الصهد 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 بزاف، الجو زوين الحمد لله. المهم هانتوما معانا اليوم بالضبط من بورتا بالاس. كي جاتك بورتا بالاس ماما؟ السلام عليكم البنات، خيرين بخير؟ كلشي مزيان الحمد لله. اليوم راه كاين شويه البرد، هاد السيمانه كلها دازت علينا بالحراره، ما نعاودش ليكم الصهد. اليوم الحمد لله اللهم لك الحمد، الدنيا زوينه كلشي زوين. ملي جيت لهنا حسيت براسي بحال في المغرب، كله عامر عبد المغاربه كاين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كتحسيش بالملل؟ اللهم لك الحمد. ايوا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كلشي مزيان. حنا كنستعدوا نجريو عاوتاني باش نرجعوا للمغرب، هذا الشيء اللي عطاه الله. كون جي ساله. ايوا الرجوع ندورو تنعياو والرجوع الى المغرب. شتي حنا دابا مساكن اللي عايشين هنا في الغربه راه ما تيحسوش بينا. دابا ماما عاشت هذاك الشيء اللي كنعيشوا حنا كل مره، من هي ملي تبدا جايه تقضي وتجري 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 وتقضي، ومن هنا ملي تبدا غادا ثاني صافي يلاه حيدي، ومن هنا تالي ملي تبدا غادا ثاني تقضي ثاني وتجري وتخسيخ واحد الروينه، يعني نادم ما تيحسش بها والله ما تيحس بها. وماشي مشكل شو شنو على منين قاصاني ثلاثنا. المهم البنات خليكم.
سيري حداهم كما تشوفوا هنا يعني بزاف ديال التخربيق، الناموسيه مرونه بالحوايج، هادشي تويبات، وهذا المغرب كما تشوفوا كاين هذا التويب هادو تفيصلات شتيبات ديال الرجال، هنا سنايدلات يعني المغرب، هادشي شحال سنايدلات. هذه مع الاسف البنات نعاود لكم القصه ديالها، هذه شريتها ليا انا، خداها لي راجلي بالاحرى وصافي، وعطيتو التقاديات ديالها، طيح ليا وحده وبقات غير وحيده مسكينه كما تشوفوا، مشات لها خيتها، ماشي مشكل والله ما كتبتش، ولكن بقات فيا الصراحه زويونه، كنت بغيتها نديها معايا للمغرب الساعه ما كتبتش، ماشي مشكل. هادو سليبات غير ديال الرجال، هادو كما تشوفوا صابوات، يعني الناس ديال المغرب تيبغيو الصابوات ديال هنا، هادي واحد السنه جديده خديتها لينا غير ديال الميك البنات، ولكن زوينه. المهم هادو تاني تواب بحال هادوك اللي شفتو، هذا تويبات زوينين البنات الصراحه في تورينو، وداكشي يعني اثمنه مناسبه ما غاليينش بزاف، حوايج كلشي زوين. المهم هذا واحد التسريوه شريتو ليا انا، شريتو لاختي يا ربي. المهم الى كتب ان شاء الله غادي نشارك معكم كلشي، هادشي غادي تشوفوا هادشي كامل في المغرب ان شاء الله. المهم هنا واحد الروينه خصني نجيب البالاز باش نجمع هادشي، ايوا هادشي اللي كاين. المهم البنات كما تشوفوا راني مسخسخه عيانه، شوفوا تحت عينيا شي صافي، وصلت لواحد الدرجه انني عييت بزاف، طلينا النهار كامل وحنا في طورينا، يعني تقريبا خرجنا من هنا مع شي 10 ديال الصباح و ما جينا حتى شي 7 عاد جينا، يعني جيت مسخسخه. المهم هادشي ما وريتكمش بالتدقيق، وهادو لانهم كادوات يعني ما خصهم يبقاو سيربريز. المهم هادشي تقريبا كلشي كادوات، خديت انا واحد البيسه، المهم بلا ما نشاركها معكم غتشوفوني لابساها ملي غنكون غادا في المطار. هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو اليوم البنات، كنتمنى انكم تهلاو في راسكم بزاف بزاف بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. بالنسبه للناس اللي عاد شافوا القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، ما تنساو ديروا ابوني وديروا جيم، مرحبا بكم في القناه، وحنا الحمد لله عائله. يعني الناس ملي كنغبر كيسولوا عليا، ان كنتلاقى مع الناس كيقول لي راه حنا متبعينك، والله ديما كنهضر على هذه النقطه، كنشكر كاع الناس اللي كيتلاقاو معايا وكيقولوا لي حنا متبعينك وراك كتعجبينا وهذا، وكنستافدوا، هذه هي الحاجه الحمد لله. شوفوا العرجه كتفرحني الحمد لله انني نلقى الناس متابعيني، وانا الناس يستافدوا مني ولو غير واحد 10%. المهم كنقول لكم مرحبا بكم في القناه، وان شاء الله مازال جديد، راني غابره هاد الايام ولكن راكم عارفين عندي الدار وهذا، والله ما تنسالي، ولكن غير غنمشي للمغرب واراك الفيديوهات انا معاكم ان شاء الله. كنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو قادم.